المكنه هبص عليها. دخلنا البيشنت داتا بسرعه كده، فين الكيبورد اهي. هنقول تريننج النهارده صح، وده ايه ده؟ ده لاست نيم تريننج خلاص. فينوس دبليو دبليو ما حدش يعرفه، لكن انا عارف مين دبليو ده. النيم النيم مش شرط نكتبهم كلهم، لا مش شرط نكتبهم كلهم. ها ميدل نيم هي دي الست يعني، يعني دي ماشي. بصوا يا جماعه، جميع المكن جميع المكن معظم المكن بنسبه عاليه جدا بيديك الايد الشمال، يبقى الزراير مترتبه على الايد الشمال بالشكل ده والتراك بول. ليه؟ مش عايز ايدك اليمين تيجي هنا خالص، لان اللي بيشتغل سونار ايده اليمين كلها مع البرو، وعشان كده بنقول ان الجيرل ما ينفعش يجي في ايدك الشمال نهائيا، لان لو جه جيرل هنا خلاص هتاخد انت انفكشن وهتبوظ شويه حاجات في بقدر الامكان. فتيجي بقى تبص على الـ على الـ على الـ على على الكيبورد يقول لك مثلا باور ولا بالسد ار دي ما اعرفش ايه، باور دوبلر، يعني هو سماها باور دوبلر. طالما حط ليها ار بي دبليو ار يبقى اسمها باور، لكن لو بي دبليو بس يعني يعني بالسد ويف. بص بص هو عالي اهو، حطها هنا اهي، يبقى دي البالسد ويف. طب فين الكونتينوس ويف؟ اهي جنبيه. عارفين الكونتينوس ويف بتاع مين؟ خلاص. ودي سي اف ام اللي هي ايه؟ اللي هي كلر فلو مابنج، كلر فلو مابنج. ودي الام مود، ودي البلاك البي مود، البي مود بلاك اند وايت الترا ساوند، بي مود يعني برايتنس مود، وده 3 دي 4 دي. يعني الايديا انك انت دائما هتستخدم المنطقه دي. كل مكنه بقى تزود لك شويه حاجات كده، ممكن تديك حاجات للدوبلر مخصوص هنا، او تحطها لك في الايه في الس... في ال... في ال... في المش... في السكرين اللي فوق. طيب ليت اس تو ستارت كده بسرعه، خلونا نختار هنا. انا رايح اشتغل ايه؟ فينوس. طب بما اني رايح اشتغل فينوس الاجهزه الجديده، وعايزين الجهاز ده جديد صح؟ ها؟ انا كدكتور اشعه او كدكتور هبص على مكنه يهمني جدا السهوله بتاعت شغلها، الريزوليوشن، شويه حاجات في الـ في الـ زي مثلا الفريم ريت، الديبث، الهاي فريكونسي قد ايه؟ يعني السوبرفيشال جروب ده بيوصل كام؟ ده من 4 ل 15. 15 حلو، 15 مبدئيا. يعني كلما في اجهزه تقف عند 12 ويديك بروب تاني ها بفلوس تانيه عشان توصل انت ل 15. وفي عندكم 20 ولا ما عندكوش؟ 18 فيه ولا ما فيش؟ هتلاقيه عنده بروب تاني. بص معظم الشركات كده بتدي بروبز لو انت عايز تشتغل بقى مور سوبرفيشال وهكذا يعني. لغايه 24 يا دكتور، لغايه 24، وده كلام مشكوك فيه بس عايزين نشوف. موجود على فكره يا جماعه، الاستاذ صفوت هو اللي معلق جميع البروجكتورات دي معانا من كذا سنه، ومن يعني بقول 10 سنين. بشكره جدا قدامكم، وهو جاي النهارده مخصوص يساعدنا فقط، وكان ربنا يعني اراد ان هو يبتلى بكسر في كعبه وجاي والله يعني بيزق. فانا بشكره قدامكم جميعا على مجهوده معانا، والراجل يعني شكرا يا صفوت، ربنا يخليك. يبقى انا هنا اهوت داخل بقى ايه، هكونسنتريت على شويه الشغل الاساسي بتاعنا. رايح للفينوس سيستم، لازم اوزن مكانتي على الفينوس سيستم. السهوله اللي موجوده دلوقتي الباشمهندس هقول هشتغل فينوس، هو هنا مديني يورولوجيك ولا فاسكولار صح؟ ايوه. بص هنا خليك معانا هنا معلش. اول حاجه انا بختار الجروب. ايوه يعني عندنا موصل كومبلكس ولينير. ماشي سامعين يا شباب؟ ها هنختار الجروب وكلكم عارفين الكلام ده. هنشتغل ايه؟ ممكن علشان انا عايز اقول لكم حاجه هنا اهوت تخص الحاله دي، لكن خليها في الاخر. هنشتغل سوبر فيش. انت هتفاجئ معايا ولا ايه؟ لا سوبر فيش ماشي، هختار سوبرفيشال. هو طبعا سوبرفيشال بيجيب لي الايه الفينز كويسه، وهو اللي عشان رفيع، ولو حطيت سوبرفيشال هنا هشوف كويس جدا بالنسبه لايه، بالنسبه لمنطقه الصافين وفيمر جانكشن، المنطقه اللي ببتدي عندها. ولكن كتير من الناس هتجي لك اوبيز، وكتير من الناس هتلاقي الدنيا هنا يعني محتاجه ايه الفخذ قد كده اهو، فابتدي بالثلاثه ونص على طول وتشوف. ثلاثه ونص هوريكم الفرق بين ده وبين ده بيساعدك ازاي في الشغل يعني. Let us to start by a superficial group. اخترنا superficial group
وقدامنا هنا كذا اوبشن فاسكولار سمول اورجان تايرون مش عارف ايه اخترنا فاسكولار. فاسكولار جنرال ولا في فينس؟ هو جنرال بوضع. دوس على جنرال يفتح بقى خلاص. هو كده ايه جنرال خلاص. جنرال لو اداك جنرال انا من غير ما اخش تفاصيل تانية هبقى عارف ان انا الكونسبت اللي في دماغي البي ار اف بيروح فين؟ ينزل لازم ينزل خلاص؟ هحطه واجرب واشوف والله طلع معايا حلو خلاص ماشي. لقيتك ما انتش عارف بقى تطلع كلر وشايف الدنيا معصلجه معاك لا ظبط تاني. انت عندك حاجه فينس؟ لا هنا مفيش بروسيت فينس لسه ما عملت ولا هو ده؟ اه جا كده على الفاكتور يعني متعملش بروسيت التاني يعني بتعملوه ولا لسه جديد؟ دي احد المشاكل اللي هتقابلك. تستلم جهاز جديد طب انا اللي هستلم الجهاز هقيمه ازاي؟ خدوا بالكوا عشان دي نقاط لما تيجي مثلا تمسك رئيس اسم ولا تبقى انت المسؤول او بتشتري جهاز لنفسك انت عايز تقيم المكنه. طب لازم انا دلوقتي ما عادش ينفع اشتري جهاز من غير بريسيتس مع ان انا يعني احب في شغلي ان انا اشتغل وانا اللي اظبط ولكن لا. طب وانا اتعب نفسي ليه؟ يبقى انا هنا ايه اطالب الشركه انها تجيب لي البريسيتس وتدخلها لي سوفت وير بيخش وكل اجهزه بقت فيها كده.